اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. شفت اليوم ازاي النهارده؟ النهارده خليني اتكلم بمعايير اتفضل. عالميه، علشان يعني المعايير العالميه هي اللي هتحكم احنا فين والحدث ده شكله ايه بالنسبه للعالم. اول حاجه لما نقول معرض للطيران والفضاء في نسخته الاولى، لما نلاقي في 300 شركه من شركات الطيران في العالم العسكري والمدني بتعرض، ده رقم كبير جدا مش اي حد يوصل له ولا بعد سادس او سابع نسخة. مش ممكن في اول نسخة، ولو انا وحضرتك حبينا نعد شركات انتاج الطائرات في العالم يعني وصلوا 300، مش هتلاقي اكتر من كده. النقطة التانية انه بيمثلوا 100 دولة، ودول ال 100 دولة المنتجة لصناعة الطيران في العالم سواء العسكري او المدني، فمش هتلاقي اكتر من الدول دي منتجه ودول ذات ثقه العسكري. النسخه الاولى كنا انها توصل للاعداد دي، فده انا شايف ان نجاح بيحصل في نسخ بعد الخمسه والسته والسبعه، ده لو هو دول كبيره. كويس. النقطه المهمه جدا عدد الفعاليات في المعرض، بكلم معايير عالمية. المعرض فيه ثلاث فعاليات رئيسية، الأولى هو المعرض الخاص بالأجنحة المختلفة لمصانع السلاح، وده حصل وده اللي تفقده يمكن السيد الرئيس في البداية. الفعالية الثانية وهي الطائرات الموجودة على الأرض، وكان حصل حتى جولة بالأتوبيس علشان المكان كبير جدا، جدا. ده احنا وبالتالي قعدنا بالتالي نتمشى كده، يعني مش عايز اقول لحاجة، بالظبط مسافة طويلة قوي ما قدرناش نكمل للآخر. ده الحقيقة يعني اتفضل. تجهيز رائع جدا جدا. للمعرض الخارجي للطائرات، سواء طائرات عسكرية او مدنية، او فدي الدرون. فعالية لوحدها. بالظبط، او الطائرات دون طار، نعم. دي فعالية لوحدها كبيرة. الفعالية الثالثة وهي مهمة جدا جدا، ما بتحصلش في المعارض في بدايتها حتى، وهي العروض الجوية المتنوعة. وبالتالي شفنا العرض العروض جوية من فريق الألعاب الجوية في فتوح السيلفر ستارز، المصري وأيضا بالظبط ده الفريق المصري بمعايير والسعودي عالمية. والإمارات والفرنسي. بالظبط كده. اتفضل يا وشفنا فندم. بقى شفنا والصيني. طائرات تانية لا لا، بتعرض. والصيني بالظبط كمان، ده حكاية بالظبط الصين. اتفضل. بالظبط كده. فشفنا هذه العروض، العروض الجوية دي بتظهر إمكانيات الطائرات المختلفة للشركات والمصانع العارضة والدول أيضا اللي جاية منها هذه الطائرات. الفعاليات الثلاثة دول ما فيش فعاليات أكثر من كده، إضافة اللي فيه فعاليات أخرى اللي هي الندوات والمؤتمرات واللقاءات على هامش هذا المعرض. الأربع فعاليات دول ما حدش وصل لهم في البداية في نسخة رقم واحد. فدي نقطة مهمة جدا أن هذا المعرض ولد عملاقا. عظيم. لما نلاقي معرض ولد عملاقا، ده الحقيقة بيجذب استثمارات في مصر، بيحط مصر على خريطة المعارض الدولية المتخصصة. نعم. وما ننساش معرض ايديكس بتاع السلاح. سيادة اللواء لأن هشام، بشوف النهارده آلاف الناس اللي موجودة في المعرض بعد سيادة الرئيس ما مشي، لقينا طبعا بدأ الناس تدخل أعداد بالضبط. هائلة. بسم الله ما شاء الله. صحيح شايف صحيح. حضرتك مشهد الطيارات اللي على الأرض. اتفضل يا فندم. المشهد طبعا مشهد، يعني عارف حضرتك انا بقارنه، والله انا زرت مصانع السلاح عالميه وبقالها كتير بتعقد عشرات السنين. انا شايف ان هو ما يقلش، وانا عشان كده قلت لحضرتك المعايير الثلاثه اللي بيقاس بيهم معارض السلاح: عدد الشركات، عدد الدول العارضه، ايضا الفعاليات الثلاثه دول اساس. فاذا كان دول موجودين في النسخه الاولى، عشان ما نقولش احنا مصريين من جبل مصر، اصبحنا ده النهارده على الخريطه العالميه بالضبط. في معارض الطيران والفضاء. دي حقيقة. وأصبحت حتى مدينة العالمين أيقونة البحر المتوسط. أيوه. يعني دي نقطة مهمة جدا يا فندم، علشان نقدر نقول يعني إن إحنا يعني بنفرض أنت كمان نفسنا على العالم. بتتكلم سياحة المعارض، ما هذا جزء من بالظبط. السياحة. وأيضا محطوط على الميديا العالمية. نعم. النقطة المهمة جدا من ضمن الأجنحة اللي كانت موجودة أجنحة مصرية بتصنع سلاح وبتعمل صيانة للسلاح. نعم. وشفنا على سبيل المثال وليس الانتاج الحرب. الحربي اللي هو المدرعتين، بالظبط. وكمان الهيئه العربيه للتصنيع، بالظبط الجزء يعني الخاص بالصناعات الجويه صحيح صحيح والهليكوبتر. اتفضل يا فندم. بالظبط. الهيئه العربيه للتصنيع يعني برضو بقول على سبيل المثال وليس الحصر، لو حصرنا هنحصر
كتير او بتعمل عمارات ل 16 نوع من انواع محركات الطيران، وده عدد كبير جدا على فكره. عشان انا اعمل عمره، بشرح لسياده الرئيس اتفضل. ايوه فضل. عشان اعمل عمره لمحرك طائره لازم اخد تصريح من الشركه الام. الشركه الام قبل ما تديني تصريح بتيجي تتاكد من قدرتي على اجراء هذه العمارات، مش اي تصريح بيدوها او لايسنس بيدوها كده. لكن فبالتالي دي ثقه في المصنع المصري والصيانه المصريه. والتصنيع والعمارات دي مهمه، لان الطيارات دي بتقعد بال 15 و20 سنه. نعم. ونسبه الصلاحيه دي يعني عامل حاكم وفارق جدا في الطيران العسكري والمدني. عشان اوصل لها بنسب عاليه لازم يكون عندي الصيانه والعمارات. ايضا شفنا، ودي نقطه اتقالت يعني انا باكد عليها، صناعه الذخائر الجويه. القنابل والصواريخ. ورئيس الهيئه العربيه للتصنيع. نعم. ودي نقطه مهمه جدا، ودي امن قومي. احتياجاتك. بالظبط كده. وده بيوفر عمله صعبه. نعم. ايضا في نقطه اتقالت مهمه يمكن انا بركز عليها، وهي صناعه منظومات مواجهه الطائرات بدون طيار. ودي الحقيقه العالم كله ما زال فيها يعني يحتاج الكثير من الجهد، لانها ما فيش منظومات متكامله حتى الان في العالم. كنا ابدا في هذا الموضوع، انا شايف ان ده نقطه احنا كهيئه عربيه للتصنيع بدانا في ده. بالظبط، بدا فيها وانتجتها وعرضتها. اشرحوا لنا عسكريا وبطريقه توصل للناس. الطائرات بدون طيار انتشر في العالم كله، في مسارح العمليات شفناها في اوكرانيا وهنا في الشرق الاوسط وفي ايدين حتى جماعات ارهابيه. لازما مع تطور الطائرات بدون طيار استخدامها المكثف في مسارح العمليات ومن جماعات ارهابيه، ان يكون هناك مسار متوازي لمنظومات المواجهه. ومنظومات المواجهه دي اذا ما اتعملتش بايدين البلد وبايدين المصانع اللي موجوده في البلد، الحقيقه التطوير فيها مهم وبيحتاج جهد كبير جدا. وانا كنا نبدا فيها كنا كفي مصر، شايف ده انجاز عالي جدا، بيوفر عمله صعبه. التطوير هنا بايادي مصريه. النقطه اللي انا ببص لها بقى توطين التكنولوجيا في مصر للصناعات العسكريه. نعم. وده بيشد وراه الحقيقه مصانع كتيره جدا مكمله، منها مصانع مدنيه. وهذا التطوير مهم. وفي نقطه اتقالت انا بركز عليها، وهو في الهيئه العربيه للتصنيع وايضا في كل الكيانات اللي تنتج في مصر، في الهيئه بالذات على سبيل المثال في مدرسه للتاهيل والتدريب. هذه المدرسه الحقيقه بيدرس فيها فرنسيين الى جانب المصريين. نعم. فانا كده انا العامل المصري والمهندس المصري والفني المصري، انا بوطن التكنولوجيا من خلال التدريب. ودي تسوى كتير جدا ان الانسان نفسه عنده القدره على الصيانه والتصنيع والتطوير. في كمان يا سيد لواء هشام الدرون، طيارات الدرون اللي احنا كمان عملناها. عندنا نعم. 30 يونيو. ايوه. 6 اكتوبر تقريبا. بالظبط، واتعرضت في ايدكس. أيوة. واتعرض هنا. وعلى فكره الطيارات دي كمان فيها تطوير ثاني بيحصل. فالنقطه دي انا دايما بجري مع التسليح العالمي والتطور فيه في مسارح العمليات. نعم. مسارح العمليات دايما بتفرز ما هو الاحتياجات الحاليه والمستقبليه للسلاح. فكون ان انا كمصر انا عندي قراءه للمستقبل بهذا الشكل فيما يخص التسليح، انا شايف ان دي نقطه في منتهى الاهميه. دي نقطه في منتهى الاهميه، لان احنا في منطقه يعني هي داخله في سباق التسلح من زمان. فده بيعمل حمل على ميزانيات النهارده. يا فندم لفت نظر واحنا بنلف وكل الناس كمان، الصين داخله بمنتهى القوه في التسليح. الصين الحقيقة في مجالات كتير جدا، لكن مجال التسليح الحقيقة أنا بسميه اللعب الصامت، لأن هو بيعمل منظومات تسليح في منتهى الأهمية وبيتطور فيها سواء طيارات قتال أو طيارات النقل. لكن هو أول مرة الطيارة دي تخرج بره الصين. بالظبط كده، إن هو يبتدي يعرض في مصانع في 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 طائرات وفعاليات عالميه زي دي. انا شايف نقطه جديده بالنسبه للصين. وان هو العرض بتاعهم كان كويس جدا، يعني جداً. كطائره نقل عسكري تقيل. نعم. تقوم بهذا العرض، التحكم في الطياره
بالظبط، بحجمها اداره تقيله، مش اداره صغيره. لكن ان هو يعمل هذا العرض الذي ينافس المصانع العالميه سواء الامريكيه او الروسيه او الاوروبيه اللي لهم باع طويل جدا في هذا الموضوع، انا شايف ان دخل منافس على يعني يمكن على ارض مصر. انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا، ودي اول مره الصين تعملها. عايز اقول لحضرتك التصفيق النهارده للصين لكله طبعا، ولكن الصين صحيح. كمان كان في تصفيق قوي جدا مع بعد الطياره دي ما بقى عملت العرض اللي قدامنا. بالظبط، كان عرض رائع كمان. العرض بتاع رافال الحقيقه اظهر امكانيات الطياره بصوره يعني عاليه قوي، من السرعات المنخفضه جدا الى السرعات العاليه قوي اللي سرعه المطورات الحاده اللي بتستخدم الطياره الى اقصى امكانياتها. انا شايف ان النقط دي نقط الحقيقه، كون ان مصر تعملها وتستضيف هذا الحشد وبهذا المستوى الرائع بالكم الشركات بالدول، كل النهارده كان بيستعرض قوته. الروس صحيح. كمان جايين بالمقاتلات بتاعتهم، هو فن منافسه شرسه. تصنيع السلاح في مصر وخاصه الطائرات عموما منافسه شرسه، لانها بتشد وراها تكنولوجيا. الطائره كتصنيع طائره بيبقى الدول عندها تكنولوجيات عاليه ومعقده ومتداخله، وداخل فيها القطاع المدني اضافه للقطاع العسكري. شايف امكانيات الرافال، شايف امكانيات الرافال عمال يعني اكنه ماسك لعبه. انا عايز اقول لحضرتك ان الرافال قبل ما مصر تشتريها هي طياره متميزه، لكن كون ان مصر بالظبط المقاتل المصري بينتقي صح وعارف بيجيب ايه ومنين. عشان كده هم بيصنعوا السلاح، بيصنعوه بسرعه يمكن اعلى، يوردوا لنا اعلى. النقط دي مهمه جدا. ناس كثيره اشترت الرافال، في بعض الدول مش قادره تطيرها لغايه دلوقتي، بس المقاتل المصري يعني احنا دخلنا خطه العمليات بقى لنا كتير في الرافال والميك 29 طبعا. النقط دي بتدي ثقه لمصر، ثقه العالم. نعم طيب، امامي من اول مره. اتفضل اتفضل يا فندم. من اول من اول مره. دي نقط مهمه. طيب احنا حارفة. كمان مهم سياده لواء هشام، انه دايما الناس كانوا البعض حضرتك عارف اللي هم كل حاجه بيشوفوها مش كويس يقول لك بدل طرق ما تعملوا تصنيع. النهارده بنتكلم على تصنيع عسكري متطور وتقيل، مش بنتكلم على اي حاجه يعني. ده انا عايز اقول لحضرتك ده ما اعلن عنه. ما اعلن عنه. يعني انا عايز اقول برضه النقطه دي، يعني ده اللي احنا بنقدر نعلن عنه. وبالتالي ده بيوفر من على ميزانيه الدوامه صعبه. النقطه الثانيه المهمه جدا ان انا ما حدش يقدر يتحكم فيا بسلاح او قطع غيار. ده يسوى كتير، ده امن قومي. ان التحكم في الدول عن طريق قطع الغيار وتحكمه في دول في المنطقه. حصل معانا في 2013 بالظبط كده. فانا النقط دي نقط مهمه، نقط بالنسبه للاقتصاد بتوفر كتير عملياتيا في منتهى الاهميه. الثقة العالي جدا. على فكرة مفيش دولة بتتحرك سياسيا بفعالية إلا لو قوات مسلحة وتصنيع عسكري قوي. ما شفناش في العالم دولة بتتحرك سياسيا وبتفرض كلمتها في محيطها الإقليمي أو في الدائرة حتى المتعددة الدولية على اختلاف بقى دوائرها إلا وعندها قوات مسلحة قوية. لسه يا فندم بتكلم على لسه بتكلم على العالمين. لما كانت من 7 سنين وما كانش في حاجة اسمها العالمين زي ما احنا النهاردة بنتكلم على العالمين والعالم بيتكلم على العالمين والعالم موجود، اللي كانت كلها ألغام مخلفات الحرب العالمية الثانية. وجيشنا العظيم طهر هذه المنطقة بالكامل. القوات المسلحة يا فندم طهرت الألغام باحتراف ومعايير عالمية. يعني بحيث ان هو اللي بيجي يستثمر حتى في الأرض هو مطمئن ان مش هيلاقي حتى اي بقايا. ودي نقط الحقيقه تحسب للقوات المسلحه المصريه. اصبحت العالمين دلوقتي بالفعاليات اللي بتتم فيها ايقونه البحر المتوسط. ما كان في دول تانية وكل الاحترام لهم سواء دول اوروبيه، هم كانوا المدن بتاعتهم كانت ايقونه البحر المتوسط. تذكر البحر المتوسط، تذكر هذه الدول، وده حقهم. لكن حقنا كمان ان احنا نتحط على. عايز اقول لحضرتك النهارده يعني الوفود على الاقل اللي بتتكلم معاها كله بيتكلم على العالمين. ايه اللي حصل في مصر ده؟ ازاي العالمين بقت كده في يعني سنوات وفي وقت قليله جدا في وقت قصير جدا. والفعاليه اللي بتتم النقطه المهمه جدا اللي تشرف كل المصريين
وكل العرب والله ان الفعاليه اللي بتتم مستوى عالمي. نعم. انا مش ببدا الفعاليه وبعدين اعلى بيها، لا انا من بدايه حاططها بمستويات ومعايير عالميه، ودي والله يا فندم يا ريت اي حد بيعمل اي فعاليه ايا كانت او اي شغل راعي المعايير العالميه وانت بتعملها. نعم. وحط الفعاليه اللي انت بتعملها بمعايير عالميه من البدايه. نعم. احنا نستحق ونقدر يعني. انا برضو الموضوع ده انا بنقله لكل كل واحد بيعمل اي حاجه عاملها بمعايير عالميه. عندنا القدره العاليه ان شاء الله، واحنا شايفين الصوره المشرفه. طيب ايضا واحنا بنتكلم على القدره العاليه انه بتعمل هذا المعرض الضخم لاول مره بهذه المشاركه الكبيره من مختلف 100 دوله، كبرات دول العالم كلها موجوده عندنا بهذا التسليح الكبير والمعدات والمقاتلات وغيره والطيران وغيره. في نفس الوقت ده اللي عندك تحديات رهيبه جدا على حدودنا الشرقيه، وتحديات رهيبه جدا على حدودنا الجنوبيه والغربيه، وكمان حضرتك احنا موجودين كجيش في الصومال النهارده. ده صحيح. ماذا يعني؟ لا رساله ده للمواطن، احنا بنعمل ده وفي نفس الوقت رغم التحديات دي بنعمل ده. في تهديدات حوالينا من كل الاتجاهات الاربعه، ومنها تهديدات خارج الحدود على مسافات كبيره. ودي طبيعه المرحله اللي احنا فيها، والتهديدات دي خلينا نكون امنا ممتده وبتاخد وقت طويل. ده ما يقلقناش طالما انا عندي قوات مسلحه عندها القدره العاليه جدا. نعم. على امتلاك منظومات تسليح وداخله خطه العمليات. والنقطه المهمه جدا وبين قوسين، تستطيع العمل خارج الحدود على مسافات كبيره والازمنه الطويله. عظيم. ده اللي مفيش في بعض العدائيات مش قادره تقراه، يقراه بقى في ساعتها بقى ده موضوعه. وده بيبقى ظهير قوي للسياسه والدبلوماسيه. ايه اللي بيخلي امريكا دبلوماسيه فعاله في كل حته؟ يعني وراها قوات مسلحه قويه وقادره. فانا عندي القدره دي، لكن استخدام القوات المسلحه عشان برضه نكمل النقطه دي. فضل. استخدام القوات المسلحه امتى وازاي وفين وبانهي كيفيه، ده تقديرات استراتيجيه لا يعلن عنها. واطمئن طالما هي موجوده وبهذه الكفاءه والفاعليه اللي تحقق الردع، واذا فشل الردع تحسم الموقف على طول. خلي هذه التقديرات لمتخذ القرار وخلي عندك ثقه فيه. فدي نقطه يعني لازم نحطها. يعني في ناس وهم وطنيين يقول لك طب واحنا ليه ما نخشش المعارك دي؟ ليه ما نحاربش في الحته دي؟ دي تقديرات استراتيجيه ليها الحقيقه علم معقد جدا وحساباته. فهل هذه ولا يعلن عنها لا في مصر ولا اي دوله عشان نبقى بس امم. يا فندم حضرتك معانا وحضرتك يعني احد نسور الجو. نسور الجو بصراحه لازم نحييهم على صحيح. هذا المعرض والانجاز مع جيشنا العظيم يا فندم. يعني هذا الفريق الحقيقه يعني على فكره دول مش متفرغين عشان نبقى في فرق الالعاب الجويه هم طايرين متفرغين باستمرار للعمل في فريق الالعاب. لكن في السيلفر ستارز هم بيدرسوا في الكليه الجويه، واضافه للتدريس والعمل العادي اليومي وخطه التدريب اللي بيدربوا فيها بيقوموا بعملهم كفريق العاب. فدي الحقيقه يعني كان لي الشرف ان انا اشترك فيه سنوات طويله ومستوى عالمي الحقيقه يعني مشرف قوي. على طيارة الحقيقة برضو بتتصنع هنا في مصر K8E على فكرة المحرك حتى هو أمريكي شركة هانيويل، ونوع عنه السيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع انه بتعمل له عمرة هنا. نعم. تسوى كتير الحاجات دي، والطيارة برضو بتعمل لها عمرة هنا بإيد مصرية وبتتصنع هنا بنسبة تصنيع عالية جدا بعد تصريح الشركة الأم. نعم. فالنقط دي الحقيقة يعني تشرف أي مصر وأي عربي. صحيح. بشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا لواء طيار دكتور هشام الحلبي.